السلام عليكم الأحباب، أزول في الله وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم، معكم لطفي على المباشر قناة المغاربية في جميع منصات التواصل الاجتماعي. تحية للفريق التقني اللي مازال ساهر معنا هذه الليلة. اليوم إن شاء الله ننطلق في حصة جديدة، فرغ قلبك على المباشر. اليوم 27 أكتوبر 2024، وراح نبدأ كالعادة أمتي زابينغ، وبعديك نفتح المكالمات والناس تقدر تتصل وتتحاور وتتفاعل وتمد رأيها. تفضل خويا المخرج، مشكور. شوفوا يا ناس، شوفوا يا ناس، حنا خرقوا خلاص، حنموتوا حنايا، حنموتوا. شوفوا المعادي اللي راهم مسدودين. شوفوا الناس، شوفوا الناس تموت، الناس تغرق. ها حداهم يحوس علينا، ها راح نموتوا. انا عمري ما دخلت عندي اليوم. قطارات تاع ابني مارد بالدخل، خزرونه مغلوقه، ودوا بالكم، احذروا ما تجوش يدع منا. وين هم ليك الناس وراهم؟ شوف المغلوقة. طرطق الزيق طريق البنيان بالبيطون بالسيمز بالعياط، البلاد بزاف الشعب يجري، الخردة لاصونات الحس افطر واري زاف. شوفوا يا الوالي يا شيف دايرة، لا تربحك هاكي، تشوفي والله انا عايشين. ها شوفي يا شيف دايرة، لا تربحك ان شاء الله. ها شوفي وين انا عايشين، وقلتي نقصي داك طينا الخو، ما نطوكمش ليكم. ها شوفي من المسؤولين، وراكم مسؤولين. انا بضطر ارجع ولدي ايش ميروش مو غرقت. كيف كيما ديال سان بي هاك ستاد ولا بيسين، مسبح اخوة براكني ماشي ملعب اخوة براكني. الله غير تبهديلة. بيسين خب فروطو شو باكايا باكايا ولا ديكي باكايا تبهديلة. الله غير عيب كبير شو بيسين ماشي وماشي حبس باش ما نعرف. الفروط ما شاء الله تبهديلة هكا، الوضعية تاع الفريق وصلت هكذا. بليدة بابا، هذه هي البليدة. راحت كاع حانوتو مسكين، هذايا تعمر. الله اكبر، ما شاء الله الله يجعل الخير. عنده حل فما في جي بي ريبي. هات تطاحت السب خواز نايا قاوتي، هذه الزنقة اللي تحت الدرج
اوكي يا خالتي اللي عنده حلو كون ماشي دابا راح نجي في ريبي صح خالتي صح سلام لكم من هذه المدينة الرائعة سلام ينذر بزهور هذه المدينة وجمالها اللي عندهم خوتي اللي عندهم ماليهم هنايا في جبهة بندريس تاع بوفيريك يشوفوا ماليهم هنايا باش يشوفوا جبانة كيما راهي شوف شوف المالي خليك شوف المالي شوف انا مشوف اللي عندهم بيت انا تيشوفوا مانيش عارف نديروا لها حل خوتي الاضرب فوق باسكو راح تروح احسن من بلا تروح يكون في الموتى اتفاقيات مع دول أوروبية أو مع دول الخليج بحيث أنه يتم تصدير هؤلاء الأطباء وفق اتفاقية والاتفاقية تحدث من كذلك حق الدولة في جزء من الراتب الطبيب هذا في الخارج. سيدي المحترم أعتقد بلي أنه المواطن الجزائري ولا طالب الطب الجزائري ليس سلعة موجهة للتصدير بمعنى ما ناش سلعة أمبورتي وإكسبورتي وش حل در الكيلو داكور دونك حنا مواطنين لدينا الحق باش نكبروا في بلادنا ونعيشوا في بلادنا ونخدموا في بلادنا واعتقد بلي مطالب طلبه العلوم الطبيه بمختلف انواعها ميدسين فارماسي وشريج نوتير كاين المطالب تاعهم كثيره من بينها التوظيف من بينها مناصب الشغل من بينها مناصب التخصص من بينها التكوين الممتاز والجيد باش يخرج طبيب يقدر يعالج المواطن تاعو ما يقولوش الطبيب تاعنا فرشه ما يعرفش يداوي ولا راه غير اللي كيديو وبما انك يعني منسق مجلس نقابة التعليم العالي فإنه لازم تركز على هذه النقاط اللي فيهم التكوين ولا فورماسيون وفتح العشرات من الملحقات ببلادنا ولينا نفورمي 20,000 طبيب في العام ورغم أنه ما ناش كما دول كما الأمريكان اللي عندها 28,000 طبيب خرجته هذا العام بوجود أكثر من آلاف المستشفيات الجامعية وإحنا عندنا 1% من إمكانيات الأمريكان وحين خرجوا كيفها في الطب معناها راح يخرجوا عندنا كونتيتي والكاليتي ربي يجيب فكان من الأبرز أنك تشوف هذه المطالب الأخرى وتركز عليها ولا أنك حبيت تحكي على مشكلة الهجرة فقط باش نبانو حنا مجرمين باللي الطب هذا راهم دايرين إضراب باش يخرجوا من البلاد وباش يهربوا وهكا راك تغلط في صورة الرأي العام فالمواطن الجزائري على باله بالصورة الحقيقية للإضراب وعلى باله بالرندومونديو في مطالب حقيقية من بينها التكوين من بينها مناصب الشغل من بينها فتح مناصب الاختصاص من بينها تحسين تربصات الأطباء وغيرهم معناها ما تحاولش تغلط الصورة نتاع الإضراب وتشوه صورة الإضراب سيد المدير الدواء هذا المانيطول هذا وهذا تستر تاع الكونسير هذا ماشي مكملات غذائية هذه ضروريات السيد المدير لا قدر الله احنا كيما رانا في القاعة اللي هنا إذا قدر الله مرض كاش واحد فينا ما عندوش المانيطول حاليا الصباح اتصلنا مع مدير الصحة راح يجيبونا متزاير ويجيبونا في الجمعيات شحال كاين مريض بالسرطان ما عندوش الدواء هذا التامجينال هذا الدواء هذا شحال كاين مريض مرضى السرطان راهم قاعدين يعاني ويباتوا يبكيوا ما عندهمش باه يحبسوا السطر هذا اي واحد يمرض فينا لهنايا تضربوا جلطة السلام عليكم راح نخسروه احنا الدواء هذا ما كانش الصحة راهي تعاني في سكيك ده سيد المدير والله يا سيد الولي مانيش انا قلت لك حاكم انا لا ماني انا مانيش حاكم تنظيم انا نقل حضري يا سيد الرئيس ايوه هنا خصنا كلش ايوه رئيس بلدي ما انا رحنا ليه ما درنا والو قدامك لا اسمح لي اسيد اسنا والله غير هنايا تعيا ويسرى كريم لهنا والله الغالي المقيم من الربعة نتاع العشية وروح والله ما كان لا امن لا والو هنا بالمواس بالشواقر مول القوة اسمح لي نقول اها اضرب العقل سمعت السيد الرئيس والله الغالي المقيم غير رانا في غبينا كبر به صلي على النبي صلى عليه وسلم صح هايش شوف ها حنايا الامن متوفر هنا اكثر من اي منطقة هذه واحدة حاجة ثانية كاين زوج انواع من الامن كاين الامن اللي يضمنوه الترك او الامن الوطني حسب الاختصاص وكاين الامن اللي على عاتق مدير المحطة اسمع على المحطة خليني نعرف على المحطة
يخلي يهضر. كاين الامن اللي على عاتق مدير المحطه هو من حقه يدير اتفاقيه مع مؤسسه ولا الى اخره، ولا يروكريتي الناس اللي يديروا له الامن، يحفظوا الامن داخل المحطه، لان الامن خارج المحطه نضمنوه عن طريق الامن او الدرك حسب الاختصاص. الامن داخل المحطه وبجوارها يضمنه مدير المحطه، لانها هذه مؤسسه منتجه للربح، وبالتالي هو مضمون عليه، مطلوب منه باش يوفر الامن باش تكون نشاط. واش ما توفر السيد الوالد؟ يتوفر بربي، ما توفر والله، ما توفر السيد الوالد. انا نهضر الصلاه على الرسول، نديروا لكم لقاء ان شاء الله. ان شاء الله تحضروا انتم تنظموا، ديروا لنا واحد ولا زوج من عندكم هادو الناقلين وكذاش، مدير المحطه، رئيس البلديه، ولجنه النقل، وراء رئيس لجنه النقل نتاع رئيس لجنه النقل، ونديروا لكم اجتماع في لابيوي ونضمنوا هاد المشكل هذا. شوفوا ليش لو شباب غليق الطريق هادي تاع الصابلات اللي ضد المصطفى باش الله يجيبها له. هاي ملك راح تموت لي في الكروسه. ها هادي كاع باش ديروا استعراض عسكرية الدوله، ما عندكم ما ديروا بالمحارق تاعكم، ما كاش اللي قالوا حاسبكم كاع. الله لا تربحكم. شو 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 الطريق، شو عندي ارجو راح تموت لي في الطريق. هادي كاع باش يديروا استعراض عسكري، الله لا تربحكم. كي فازا اللي قلتوا ما عندنا شبحه هاولي كزحر. عوم يا الزوالي. فوالا يا خالتي، كانت هذه مجموعة من بعض الفيديوهات اللي تحكي شوية الأوضاع، يعني الخبر الرئيسي كما شفتوا ليفينمون هو تساقط الأمطار في العديد من مناطق الوطن، حتى ولو ما تساقطتش منذ أسبوع ولكن البارح برك، لكن هذه كفات باش يعني الدنيا تولي في حالة. ربي يسر إن شاء الله، ربي يخف على الناس ورتو المضرورين. شفتوا الفيديوهات دخلوا لهم المال الدار، شفتوا لي اللي مساكن ما مدولهمش سكنة وكذا، ربي يكون معاهم يا خاتي. إن شاء الله السلطات تكون في المستوى، وإن شاء الله تعاون بالقدر اللي تقدر عليه. إضراب الطلبة باش تكونوا عن بالكم باللي مازال متواصل يا خاتي، سيفري كي لي بارسيال، ولكن للأسف حتى الآن ما زالت المطالب تاعهم لم تحقق. هل مش راح يسمعوا لهم واحد ما عم بالوا بهم؟ الله أعلم. أنتو كالرئيس لم يتدخل، والرئيس يعني لم يعني يصدر أي شيء فيما يخص هؤلاء الطلبة، ربي يفرج عليهم إن شاء الله. الرئيس جوستمون بارلون دو بريزيدون راهو في مصر اليوم، بعد نحكيو عليه ونشوفوا واش صرا في مصر، ربما زيارة مفاجئة أخوية ولا في اطار العمل، الله اعلم، ولا دابري لي زيفينمون اللي قاعدين يصراو لبنان ايران اكسيتيرا، الله اعلم. بعد نشوفوا شويه يا خاوتي. اون توكا الخبر الرئيسي يقعد هو هذه الامطار. اذا عندكم من جهتكم طبعا تقدروا تقولوا لنا، هام المكالمات ما قدامكم، الستاندار مفتوح، اللي حاب يتصل بنا يتصل، والا احنا ندخلوا ديريكتومون في الحصه. خويا المخرج هل هناك اتصالات؟ لا، يقول لي خويا المخرج ما زالت الناس ما اتصلتش. دونك نخشوا في الموضوع تاعنا اللي هو اصلا هذه الامطار اللي تساقطت في العديد من ولايات الوطن. المشكل كما قلت لكم في بضع دقائق، وكان يقولوا ما سيدي ما عدتش ساعات، ما نص ساعه، واحد يقول ساعه، كل واحد وش يقول، لكن حسب حتى الاعلام الجزائري شوفوا كيف هو صف هذه القطرات من الماء. تفضل خويا المخرج. زخة المطر الأولى كانت كفيلة بإغراق الطرقات خاصة السريعة منها، وكذا أحياء سكنية أين تسربت المياه إلى داخل بعض المنازل، مخلفات أعاقت تحركات المواطنين، قام العمال هنا على إزالتها. أمطار منسوب جاء في نصف ساعة وساعة اللي خلف هذا. ارتفاع منسوب المياه لم يلحق الضرر بالأحياء السكنية فقط، فأصحاب السيارات أكبر المتضررين. هنا تم تفكيك المقاعد وتنظيفها من الأوحال التي غمرتها. احنا البارح رمشت عين، قدر الله ما شاء فعل، ثم طلع لنا الماء كومبليت كومبليت، عمرو حتى للطابلو دبور، راك تشوف بعينك دوكا ها هو صار كاع الغاش. كميات معتبرة من الأمطار وفي وقت وجيز أغرقت أحياء وطرقات، لتنذر المسؤولين على اتخاذ إجراءات للحد من هذه السيناريوهات المتكررة. ولا يا خاتي لازم شوية يعني انضباط من عند السلطات للحد كما قال في التعليق تاعو من هذه الأحداث، لأنه شوية ما صب
في ظرف قصير صحيح حتى ولو كميات كثيرة، لكن ما تخل للديار. هي تصرك يكون إعصار ولا تصب شتاء 3 4 أيام كما صار في أوروبا، لكن في نصف ساعة سي روكور. ما يحطونا في قيناس في نصف ساعة ديجا كلش ديجا مبوشي، كلش ديجا في حالة. دونك نتمنى أن السلطات تكون في المستوى. حاجة أخرى مهمة جدا اللي لازم المواطن يعرفها، هاك تشوف المواطنين لهنا ينظفوا طوموبيل من الغرق هذيك وش خللها لأنها فسدت. أما في الدول يا خوتي بين قوسين المتطورة علاه تنظفها؟ عندك لاسيورونس، تروح ديكلاري سينيستر، عندك سينيستر كاتاستروف، يجيو يقيموا لك السيارة يعوضوها لك لأنك تخلص لاسيورونس. لكن في العديد من الدول كما عم بالكم خاصة دول العالم الثالث لاسيورونس ما تمشيش خلاص أصلا، يعني دونك ادي ريسكي بيريل، يعني إذا فزدت فزدت روح أنت نتوياها، الور كو أنت تخلص لاسيورونس والمواطن ربما ما يعرفش الحقوق نتاعو. هذه تانا كوسوسوا في الديار، كوسوسوا في المحلات، كوسوسوا في السيارات، كاين بالعكس ناس يفرحوا في أوروبا كي تصرى كارثة يقولوا دوك يعاودوا لي سيارة جديدة، واللي عنده في الدار أي شيء يقولوا السيد راح راح كلش، يقولوا خزانة راحت، يرمبورسيو لك كلش، لأنه هذا داخل في ليزافونتاج تاع لاسيورونس كي ديرها يا خالتي، سورتو اون كا دو كاتاستروف كيما هكا. دونك نتمنى انه ان شاء الله هاد الجزائريين والخاوتنا ربي يعوضهم ان شاء الله اذا ما عوضتهمش السلطات وربي يخلف عليهم. تفضل خويا المخرج اذا كاين مكالمات. دوزيام ابيل. شكرا لك. دونك نروحوا ايضا انه هذه صارت في البوليده اللي شفناها كي غير، حتى في وهران صارت فيضانات. تفضل خويا المخرج. كما راك تشوف الماء النيفو تاع الماء على حساب وين راه طلع، متر ونص دخل الديار كاع. الناس كعب ايطات شوك كبيرة من ثلاثة، بدا شوية بدا الماء يطلع 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 بشوية، صايت بلوكا بلعوا لنا لي زالافوار هادو من تماك. صار مسنا كي نديرو دخل واش سمو تاع طاري تشوسي هادو كاع مساكين مال برومي ما توشا، بصح طاري تشوسي سيتو البلوكا دا 23 كارثة. ربي يخلف عليهم ان شاء الله يا خالتي وربي يكون معاهم. دونك نروحوا لاول مكالمه من عند سي محمد من تيزي وزو. مرحبا بك. مصطفى لطفي. مساء النور، اهلا وسهلا. اسمع كاين لا يصبك بار ما سرقوش، دوك نحكي لك. انا خرجت في لارمي لقيت بريف في الدار، قال يا خويا روح فرنسا ايرجونس. من بعد دورت على الدار قالوا لي قالوا لي با موان 4 موا باسبور. من بعد سقيت هنا قالوا لي عندك عمك جابوك يخدم معاه، كان ديريكتور سابيز دو كوت على بريزيدونس وخدمت معاه. خي انا قال لي حقك تخدم شوفور، كان حقك تروح للبلاد. من بعد طلعني تروازيم الباسك هذاك جا تحت الوراثين كيما باب دو تك ناسيونال ولا كيما كتاب المراسيم، كان طريق فوق تحت البارك لابيزدونس عنده الدخلة من تحت ومن فوق. وطلعت قال لي ديبلاسي لي فواتور ورحت بديك ديبلاسي لي فواتور في لاباج، قال لي غير ديبلاسي لي فواتور. انا نشوف الناس كبار كبار كي باتا وتشوف شفت هذاك هذاك عمي كان دار سو سيرفيس داك تاع ريزيدونس. ومن بعد قال لي قلت له اسمع عمي صالح، قلت له جيبني لي بوتو كومبينيزون. قال لي لا لا، قال لي بالك يكون عندي لي بروبليم مع عمك لا فامي على كل حال. قلت له لا، قلت له ما نقدرش نشوف الشيوخ يغسلوا انا نشوف نورمال. قال لي هو عنده لي بروبليم، ما ندخلش في لي ديتاي. شكرا محمد، الوقت برك فالي ريزومي برك. شكرا معليش، لكن لانه الاخوه راه يتسناو. محمد خويا السلام عليكم. السلام عليكم اخويا مطفي. ايه عندنا بزاف ما سمعناكش، مرحبا بك سي محمد.
عندكم بالزمن سمعتوني المغاربية ولات كيسو نطراك. شفته شفت والله ولات كيسو نطراك. ما يدخلوا غير جمع ثلاثة فات احنا همشونا شفت ما يخلوناش يدخلوا. ان شاء الله يفتحوا قنوات تاع ديمقراطية في الجزائر باش تقدر تشارك فيهم سي محمد كما في المغرب. ان شاء الله تفضل. وانتم يا اخويا نصبي. نعم. انا مانيش حابكم تقعدوا 40 سنة في المعارضة. 40 سنة معارض بزاف. حنا ما نحبوش 40 سنة معارض. حنا نحبوا عام معارض عامل مؤيد. ايش 40 سنة كما ساعد بعقبة وعلي بالحاج 40 سنة في المعارضة بزاف. صح صح. تحبوا حاجة جوطابل ثم تستعملهم وصيبوا عام يكفي دور. اي والله هذا حلو. هذا حلو. معارض حلو. ماشي 40 سنة في المعارضة بزاف. صح. ومعارضة موناطل. لا انت ماشي موناطل انت. هذا 40 سنة معارضة. ما كاش منها هذي. والله ما كاي منها هذي. ابقى على اخر اخويا. صح. شكرا لك. ربي يسترك وربي يحفظك يا سي محمد. سي محمد يقول لك واحد عارض عام بركه ماشي 40 سنه. الصبر الصبر والاصرار. ان توكا قلنا يا خوتي بعد هذه السياسه تاع الفيضانات شفنا في وهران بالاسف للاسف الشديد كاين كما في عين بيضاء وين واد كيفاض. هذاك الواد دا طفل صغير تاع 8 سنين وللاسف هذاك فركتوا عليه ولقاوه غرق وقاوه مات مسكين. الله يرحمه ويوسع عليه وربي ان شاء الله يعني تعزينا العائله تاعو على كل حال وكل المنطقه. ربي يحفظ الناس ويحفظ العباد. تفضل خويا المخرج. بان الواد في جهه في حي المستقبل ما يخدموش خدمه نظيفه. كون خدموه خدمه نظيفه ما يصراش هذا كل كاين قداش اللي منعوا. ربي سبحانه اللي يعني معنا خير. ربي سبحانه اللي معنا. راه شحال عمره الطفل اللي راه 7 سنوات 8 حتى ل 8 سنوات على الاقل. جاب النيرو من الباركات من هيه. جاب النيرو والناس قاعده تفرج حتى نعد عليها. قاعده تصبر الناس حتى نعد عليهم من الملائكه. الواد قاوي. لا الواد قاوي قاعد يحمل والناس قاعده تصور حتى عد عليهم من الملائكه. هذا ياك بان يرحمه يا خالتي. ربي يرحمه لانه الواد هكا تعملكم ديما بروبليم كي تصب كيما هكا. كاين واد يرتفع وساعات هذا الواد يدير كارثه ويدير كوارث. دونك نتمنى بعد كل هذا الخبر يا خالتي انه الناس تاخذ الحيطه تاعها باسكو ابارامون باللي المطر مش راح تحبس وراح تزيد تكثر. يخذوا حذرهم الناس. عملنا باللي اكيد انه امور ياسر راح تصرى ديزاكسيدون صراو ديجا وكذا. ربي يستر ربي يستر. خونا ايمن معنا من الجزائر. مرحبا بك سي ايمن. السلام عليكم. انا من المغرب. انا من المتابعين ديالك في المغرب. كنشاهد الحلقه ديالك يوميا. مرحبا بك اخي ايمن. ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله اخي لطفي. بس عندي واحد وانا كنشاهد الحلقه ديالك اليوم تفكرت القول ديال الرئيس السيد الرئيس عبد المجيد تبون فاش قال اقول في كلمه واحده الحمد لله الذي انجانا واغرق الفرعون. وهذه الكلمه ديالو كانت من بعد الفيضانات اللي ضربت المغرب. لا لا هو يقصد بها يعني قضية العصابة اللي كانت حاكمة في الجزائر أخويا أيمن. وأنا مجيد تبون يقصد بها راك اللي خرج يعني ما نظنش أبدا أنه يعني يقصد بها المخرج. ما نظنش. لا ما نظنش أيمن. مش عبد المجيد العصابة اللي كانت حاكمة والله أعلم فرعون هيقصد به السعيد ولا يقصد به واحد آخر. وش كان أخوي المخرج نواصله؟
نواصلوا جوستومون من بين الامور اللي احنا ما نتفاهموش فيها ساعات جوستومون مع السلطه الجزائريه. طبعا عم بالك بلي في البرمي نوفمبر راهو جاي ارق لنا هذا سكايب اخويا المخرج، نحيه سوبريمي سكايب خلي غير الواتساب الله يسترك. فوالا يا خالي، دونك من بين الامور هذه اللي ما نتفاهموش عليها جوستومون، الجزائر مقبله على كما عم بالك عم بالكم مع خوتي لو 1 نوفمبر هو عيد وطني، عيد وطني مهم، وكل شيء الجزائر رايحه تقوم باستعراض، رايحه تقوم